طبعا الفقرة دي بالنسبة لنا وبالنسبة لكل المشاهدين فقرة مهمة جدا، فقرة قطاع في القطاع العقاري، هو يعتبر من أساسيات القطاع العقاري. مواد البناء، قطاع مواد البناء قطاع كبير جدا، وقطاع صناعة مواد البناء هو قطاع كبير وعريض، وهو قاطرة كاملة ورا القطاع العقاري او اساسيه ورا القطاع العقاري. طبعا منورنا باشمهندس مدحت استفانوس عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. سابقا الاول احنا كنا بنتكلم طبعا قبل يعني قبل ما نطلع فاصل او قبل ما نبتدي الفقره بتاعتنا، اتكلمنا قلنا نتكلم عن حاجه معينه بعينها، قلت لي لا خلينا نتكلم عن اتحاد الصناعات كله جزء الخاص بمواد البناء، صح كده؟ لا انا قلت لك احنا هنغطي جزء بتاع مواد البناء وخاصة الأسمنت في عجالة، لأنه لا يستحق الكلام لفترة طويلة، وبعدين نتكلم عن الصناعة في مصر عموما، التحديات اللي بتقابلها. طب قولي بقى من وجهة نظرك، تعال نبتديها دلوقتي بخطوتين. الخطوة الأولانية قطاع الأسمنت. أولا قطاع الأسمنت الحالة اللي هو فيها النهاردة حالة لا تدعو إلى القلق لـ30 سنة قدام. كويس. إحنا أصبح عندنا حجم استثمارات في هذه الصناعة يغطي احتياجات مصر لـ30 سنة قادمة على الأقل، أو لغاية لما يبقى تعداد سكان مصر 200 مليون. كويس أوي. تمام؟ دي حاجة. وإحنا أيهما أقرب يعني 30 سنة أيهما أقرب؟ إحنا عارفين إنه الاستثمارات في هذا القطاع استثمارات كثيفة جدا وطويلة العمر جدا، يعني عمر مصنع الأسمنت بيوصل لـ50 و60 سنة. واحنا الصناعة عندنا فتية، يعني اقل مصنع النهاردة مواليد 98، فاقل ده احنا لسه ضمن شوية حلوين. يعني هو قطاع شاب زيه زي عموم المجتمع المصري، انه مجتمع كويس. شاب. الـ التحدي اللي بيواجه الصناعة حاليا، انت لما تيجي تحب تحدد، طب ثانيه واحده بس الاول نحدد للجمهور، يعني الجزء الاولاني بتاع قطاع الاسمنت هو احنا كده كده لمده 30 سنه او 200 مليون. طبعا صح كده. كده احنا خلصنا القطاع بتاع الاسمنت. طبعا. لا بس لا بس في نقطه. اتفضل. يعني بس قول عشان الناس بتسال، هو السوق يعني صاحي ولا تعبان ولا انت المعيار الاساسي عشان تقدر تقول استهلاكك في الاسمنت هل هو استهلاك مرضي ولا متراجع ولا اكسسيف، هو حاجة اسمها consumption per capita. يعني ايه؟ يعني نصيب الفرد من استهلاك الاسمنت اللي بيشترك على مدى السنة. واحنا هنا كدولة بندور حوالين رقم الـ500 كيلو جرام. الـ500 كيلو جرام ده من اعلى شرائح الاستهلاك في الاسمنت، وده نتيجة ان احنا عندنا مشروعات وبنية تحتية وخلافه شغالها. ايا كان مفيش ركود، احنا بنستهلك. لا هو ليس ركودا وليس ضعفا في السوق، حتى لو بيحصل احيانا يبقى فيه تراجع في الاسعار او شكوى، ولكن الاستهلاك يعتبر استهلاك صحي ايجابي مرضي جدا. مرضي جدا. المشكله اللي عندك في حته تانية، المشكله اللي عندك في ان انت الطاقات الانتاجيه اللي موجوده عندك هي في الوضع الحالي اللي احنا فيه هي ضعف استهلاك السوق. عشان يعني كده بقول لك يعني انت مغطي السوق بزياده، انت معطل طاقات عندك ما بتشتغلش لان ملهاش سوق نفع دلوقتي او ملهاش سوق. فانت عندك جزء بيشتغل بيغطي السوق المحلي بالكامل، وجزء تاني بيغطي ما هو تصدير، ما هو متاح من تصدير. والتصدير هنا عندك فيه 2 بوتلنك. اتنين بوتلنك، واحدة الطلب في السوق الخارجي والتانية قدرتك على تلبية هذا الطلب. اللحظة اللي احنا فيها النهاردة الطلب موجود بس قدرتك على هذا الطلب، لكن قدرتك على تلبيته مش موجودة، ليس من الانتاج ولكن من اللوجستيات. فهمت. انت عندك مشكلة عميقة النهاردة في قطاع النقل. ملهاش دعوه بالقطاع الخاص بالاسمنت خالص. لا 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 لا، دي القطاع المكمل او الخدمات، الخدمات التكمليه، الخدمات اللي هي ودي مش بس على الاسمنت، دي على كل حاجه انت بتصدرها. اصبح طاقه النقل اللي موجوده عندك، ودي مشكله لابد ان تنتبه اليها الدوله وتوجد لها حلول جذريه سريعه حاله خارج الصندوق. كويس جدا. والا
هنستمر في اللي احنا فيه. انت النهارده عشان لو ابتديت تحل النهارده هتقول انا وصلت لان انا حليت بعد سنتين. فموضوع ما يتاخرش، لازم حله من دلوقتي، لازم، ولازم يكون في نظره الى اساليب العمل والتطوير في المواني علشان تستوعب هذا الكم. لان احنا كدوله، وهنا بقى المدخل اللي هخش لك منه للصناعه، لابد ان التصدير يكون هدف اساسي في هذا المجال، في كل ما تصنعه مصر، وهذا اساسي طبعا، وكل ما تنتجه مصر، لانه هذا هو المخرج الوحيد الوحيد الامن لانك تقدر توصل لنقطة التعادل ما بين احتياجاتك غير العملة من العملة طبعاً. العملات الحرة بالظبط، و مدخولاتك من العملات الحرة حقيقي، توصل لنقطة التعادل. بعد ما توصل لنقطة التعادل تبتدي تشوف ازاي انك انت تزود بقى علشان تحقق، واشوف انا هعمل ازاي وارباحي، عشان نخش الاقتصاد الوفرة بقى ويبقى في الرخاء الحقيقي اللي احنا بنسعى اليه. كويس جدا. مدخلنا الوحيد الانتاج. السياحه جزء من الانتاج، عشان في ناس تقول لك السياحه جزء من الانتاج، ولكن التجارب القريبه والبعيده اثبتت انه هذا القطاع قطاع فيري فراجايل نتيجه للموقع اللي احنا فيه. حي. وسخونة المنطقة اللي احنا فيها. حي صح. انت واحد بيبقى في امريكا اللاتينية يسمع ان في مشكلة في العراق يخاف يجي مصر. طب يسمع ان في مشكلة في اليمن يخاف. ما هو في الذهن انت انت ايه؟ كمان ميدل ايست. حي. ده الميدل ايست ده مش على صفيح سفر. في طبعا الاوروبيين غير، لان الاوروبيين قريبين وفاهمين شوية. واللي جه قبل كده بيبقى فاهم برضو. يبقى عارف ان دي ملهاش دعوه، دي البلد دي ملهاش دعوه. انما انت لابد انك انت تخاطب كل من هو بالنسبه لك يعتبر بوتنشال كلاينت على مستوى العالم. حقيقي. فانا احنا نعتبر ان السياحه هي البونص. البونص اللي يجي لنا يخلينا نفوق اكتر واكتر. كويس. انما الاساس هو الشغل، التعب، الانتاج. طب انا ما حضرتك لسه قايل دلوقتي انا بنتج، بس انا مشكلتي ان انا عايز اصدر، ولما اجي اصدر انا ما عنديش مشكله خالص في الانتاج. شوف اكمل بس حضرتك الجمله. انا ما عنديش مشكله في الانتاج، بس عندي مشكله في التكميليات لهذا التصدير. يبقى لازم يبقى عندي نظره على الكلام ده ورؤيه مستقبليه. كويس. واستهداف لما هو ات، ان كويس. انا احضر نفسي. احنا عملنا انجاز رائع كدوله في مجال البنيه التحتيه. حقيقي. وصرفنا تريليونات. حقيقي. وما تم نقلنا الى مصاف الدول المتقدمه في هذه الامكانيات. وهذا من اكثر المغريات لاي مستثمر انه يجي يستثمر، سواء مستثمر محلي او مستثمر اجنبي. ولكن اين استغلال هذه الاستثمارات اللي اتحطت عشان ابتدي بقى اخلق منها؟ احنا عملنا طرق عالميه. حقيقي. اين النقل العالمي؟ لابد لسه. لابد لسه. لازم اشتغل عليه. عملنا بنيه تحتيه ورفقنا اراضي في اماكن مصانع تتبني. بس قبل ما ابني مصانع لازم اشغل الفول كاباسيتي بتاعت المصانع اللي موجوده عندي، بما فيها النهارده معالي وزير النقل والصناعه بيتكلم عن 13,000 مصنع واقفين عايز يشغلهم. انا بقول لك في 13,000 مصنع واقفين محتاجين تشغيل، وفي باقي المصانع ايا كان عددها حي. لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجيه. طب احنا فين بتعمل بناء على ايه؟ اتفضل. على احتياج السوق. ده حقيقي. السوق المتوفر ليها ايه؟ السوق المحلي. ليه؟ نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج. طيب أنا معايا تليفون، تليفون مهم جدا وهيتكلم عن 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 صناعة مهمة جدا هي صناعة الحديد طبعا. معانا مداخلة للباشمهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معانا طبعا الباشمهندس مدحت استفانيوس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. أهلا بيك. أهلا
اهلا بيه، اهلا وسهلا بشكوش بالحديد. طيب اهلا وسهلا محمد. احنا سؤالنا يا فندم دلوقتي في القطاع الخاص بالحديد. تمام. طبعا احنا عندنا مشكلة طبعا في استيراد مادة البلت، وهي يعتبر هي المادة الاساسية الموجودة للحديد، صح كده ولا غلط؟ هي مادة اساسية بس ما عندناش مشكلة دلوقتي. كويس، هل الفترة اللي فاتت والفترة القادمة هيحصل فيه تطورات في الاسعار؟ طبعا احنا نتعشم باذن الله ما بقاش فيه اي تغييرات اقتصادية كبيرة، بمعنى الدولار يبقى متوفر وبالاسعار السائده حاليا. في الحاله دي اعتقد ان هيثبت سعر الدولار على كده، ولكن ده في ظل سوق يعتبر الى حد بعيد راكد، وبالتالي فمصانع كتيره بتبقى في صعوبه في تسويق انتاجها، لدرجه ان الصغيرين منهم نتيجه ارتفاع تكاليف الانتاج وقله السيوله معاهم وفوائد البنوك المرتفعه ابتدوا اما يخفضوا انتاجهم او يتوقفوا مؤقتا. كويس. فان شاء الله باذن الله احنا دلوقتي بقى لنا 4 شهور الاسعار الحديد تقريبا ثابته، ما زادتش خلال ال4 شهور اللي فاتوا. ممكن تقولي تتراوح من كام لكام يا فندم؟ من اعلى رقم اللي هو 40,700 ونزولا لغايه 38,000 تقريبا. 38,000 حسب المصنع. كويس. طيب يعني انتوا دلوقتي كاتحاد، لو احنا حبينا نتكلم في اتحاد صناعات كامل، يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله من الاساسيات اللي هي مشكله كمان برضو الماركتنج او التسويق لهذه الصناعات، صح كده؟ تمام. بس التسويق ان مشكلتنا ان في حاله ركود في السوق بسبب قوانين المباني وبسبب الاجراءات و ده مخلي الطلب على المواد البناء عموما ضعيف. الفتره اللي فاتت. وبالتالي الفتره اللي فاتت ولغايه هذه اللحظه لسه ما فيش اي حاجه ظاهره يعني. ماشي يا باشمهندس، انا بشكر حضرتك جدا. طبعا بشكر باشمهندس محمد حنفي مدير غرفه الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات، بشكر باشمهندس مدحت ستيفانوس عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، بشكر حضرتك جدا نورتنا. وان شاء الله كده زي ما انتم شفتوا المعلومات اللي حصلت في هذه الفقره، احنا كده كده اوريدي هيبقى لينا فقرات الفتره القادمه طبعا مع الباشمهندس، وهنتكلم عن اتحاد الصناعات كامل بكل تفاصيله بكل ما له وما عليه. بشكر حضراتكم جدا اعزائي المشاهدين، ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامجكم عقار مصر. السلام عليكم.